الابيض. تعالوا نشوف انتوا قلتوا ايه. نبدا مشاهدينا الكرام من شبكه رصد. حاله من الغضب سدت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقابله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع مجله ذا اتلانتيك الامريكيه، ولا سيما تصريحاته المتعلقه بحق الاسرائيليين في امتلاك ارضهم الخاصه. ده كان مشاهدينا الكرام الخبر من رصد. تعالوا نشوف اول تعليق معانا قال ايه. محمد العربي زيتوت بيقول: بن سلمان لمجله ذا اتلانتيك: لدينا الكثير من المصالح مع اسرائيل، اصبحت الخيانه جهارا نهارا، انتهى التآمر في السر، اسرائيل شريك في المصالح لانها تحتل الارض المقدسه وتقتل الفلسطينيين، اين الذين كانوا ينكرون ذلك؟ هل سيبتلعون السنتهم ام سيبررون لسيدهم الطاغيه هاشتاج السعوديه؟ بص يا محترم، اللي انكروا الكلام ده قبل كده يا اما في السجون يا اما رهن الاقامه الجبريه يا اما مهجرين، والباقي رعاع. يلا نروح للاستاذ جمال عيد. هذا الشاب المتاهب لحكم السعوديه نتيجه حظ وليس كفاءه او جهد، متشبع بكراهيه الديمقراطيه وفلسطين، ونحن نحب ما يكره ونكره ما يحب. الله عليك يا استاذ جمال وعلى تشبيهاتك الرائعه وكلامك الرائع. فلسطين هتفضل قضيه الامه، واليهود هيفضلوا اعداء الامه، والحكام العرب هيفضلوا مصيبه الامه الى ان يستفيقوا. هم ما زالوا حتى هذه اللحظه حكام العرب، هم مصيبه الامه، هم نكبه الامه حتى الان، والا ارونا غير ذلك يرحمكم الله. يلا نروح لاحمد فخري. انتوا ليه معترضين على ابن سلمان؟ هو بيلعب بالمكشوف، اللي قبله كانوا بيلعبوا من تحت الترابيزه، مش مبرر يا ابو حميد. ولان النهايه بقت قريبه فاللعب بقى على المكشوف. ما انت خلاص لما بتوصل لمرحله انك بتجيب اخرك خلاص اللعب بيبقى على المكشوف، وشيطانك بيحاول يعمل لك كده شيء في دماغك من ان انت بقيت مسيطر وقادر وعارف وفاهم وانت الوحيد ومحدش غيرك. بس عايز اقول لك الوضع لن يستقيم في وجود هؤلاء الحكام اللي احنا بنتكلم عنهم، اذا كانوا هم نكبه الامه ومصيبه الامه فكيف يستقيم الوضع وهم لسه موجودين؟ الحكام دول والله يا جماعه هفضل اقول كده ورزقي على الله، هم سبب بلاء الامه ونكبتها. يلا نروح لعلي حسن. بن سلمان اصبح مثل السكير الثري الذي يجول في طرقات اوروبا ويلقي بالاموال هنا وهناك. بن سلمان يغازل اسرائيل. يلا نروح مشاهدينا الكرام لاخر بوست معانا، والاكونت اسمه المر بزياده، وحكام العرب بصراحه شربونا المر بزياده. يلا نروح. ان كنت ترى ان لاسرائيل الحق في وطن وارض، اذا اعد لهم ارضهم في خيبر والمدينه التي طردهم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليك، الله عليك وعلى كلامك. وفعلا لو انت راجل حقاني بقى يلا رجع لهم، مش انت شايف ان هم ليهم الحق في الارض دي؟ يلا روح اديلهم الارض واديلهم كل حاجه. يلا يعني عايزك تخوض التجربه دي كده. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه هم اللي عملوا ده، عايز ترجع ده لليهود بعد هذا العمر من فتوحات النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملها يلا ورينا كده.